هعمل النهارده سمك فيليه بالبطاطس والخرشوف، خرشوف مجمد، بطاطس، ثوم، ليمون، سمك فيليه، بقدونس، زبده، وجبنه موتزاريلا. هبتدي الاول اقطع، اجهز البطاطس والخرشوف لاني محتاج، طبعا البطاطس دي مسلوقه 3 ارباع سلقه يعني تقريبا جاهزه. عايز اجهزهم بس في طبق كده كفايه، هقسمهم بس بالنص كده. والخرشوف، الخرشوف المجمد ما بياخدش وقت خالص في السوى، لكن برضو هو ممكن يتاكل زي ما هو كده، لكن يفضل ان احنا نشوحه عشان يبقى فيه شويه من الطعم. هناخد فصين الثوم دول علشان اشوح فيهم الخرشوف والبطاطس ده كمان، عشان ايه ما يبقاش يتساب لوحده كده. تمام. زيت زيتون، الزبده هخليها علشان اسوي بيها السمك، لكن زيت الزيتون هستعمله للخرشوف والبطاطس. حط الخرشوف والبطاطس، ملح، فلفل اسود، والبقدونس. تقريبا خلاص كده البطاطس والخرشوف اتشوحوا. الطقطقه اللي بتحصل دي، كل بقى الطعم الحلو اللي جوه البقدونس بيطلع من الطقطقه دي، يعني نقدر نقول ان احنا بنعمله زي السوتيه. هناخد حته زبده بقى عشان يبقى فيه غناوه اكتر، يبقى غني اكتر يعني. ننضف كده الدنيا هنا، نسيب الزبده يعني اقل من دي على النار تبتدي تسخن شويه، واخد حته من الليمون. ادي كده يعني، ده كده لوحده اكله نقدر ناكلها لوحدها. هسيبها بس تسخن سخنه في الطاسه علشان الزبده تتسيح، وابتدي اشتغل في السمك. هاخد شويه من زيت الزيتون، هتبل سنه بسيطه، شويه من الفلفل، واجهز طاسه على النار علشان اسوي فيها السمك الفيليه. طبعا يفضل ان احنا نستعمل طاسه ما بتلزقش، لو الطاسه بتلزق يبقى هنزود شويه الزيت ونحط الزبده في الاخر علشان نديها الطعم. انا زودت زيت زياده علشان لو مش موجود عندنا الطاسه اللي ما بتلزقش يبقى عارفين هنعمل ايه. هنتبل بقى السمك كده، ناخد كل واحده فوق الثانيه كده، نبقى تبلنا الثلاث قطع. ناخد اللي جاهز ده نحطه في طبق هنا على ما نجهز بقيه الاكل. نبتدي واحده واحده نحط هناك ونسيبها، ما نقلقش، كام شريحه ليمون كده. طبعا السمك ده رفيع جدا، فبنتكلم في دقيقتين بالكتير على كل ناحيه يكون استوى. دول علشان هنزوق بيهم. نشوف كده ايه الاخبار، لسه ممكن دلوقتي ما حطيتش الزبده من بدري. ليه؟ لو حطيت الزبده من بدري هتبتدي تغمق وتتحرق وتخلي يبقى اللون غامق قوي، فهحط الزبده دلوقتي. هحط بس حته واحده، حته واحده دي يعني تقريبا معلقه، وابتدي بقى اقلب الطاسه كده شويه على الجنب وامشي على السمك من فوق واحده واحده. لما بخبط كده بالراحه بفك السمكه من غير ما اكحت فيها علشان ما تقطعش، لان السمك الفيليه الرفيع ده بيبقى رقيق جدا ويبتدي يتفكفك من بعض. بس عليها كده شويه، واحده فك، الاثنين اتفكوا خلاص. واحده واحده ونرجعها على النار تاني ونسيبها بقى براحتها، بس نحاول ما نوقعش الجبنه في الطاسه علشان هتلزق الدنيا جامد قوي. ده الخرشوف والبطاطس والبقدونس اللي سويناهم، نحطهم على جنب. ادي الليمون،
هبتدي واحده واحده